طيب بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن واجب الأمن السبراني اللي هو الثاني من السير في الفاير وول عن روت أكسس ليست. فخلونا نبدأ على طول. طبعا هذه الأشياء اللي حاب يعني يفكر فيها ويقراها ويطلع عليها طلع عليها ومو يعني مجمل الكلام يقول ادخل على بي سي السالي وادخل على الموقع هذا اللي هو من الويب براوز على الإيميل هذا والموقع هذا الإلكتروني حيفتح معك فهو حيمنع ف يعني زبدة الكلام يجي هنا اللي هو اتش كيو راوتر بس تدي الباسورد اللي هو سيسكو انيبل كونفكتي طب هنا تدي الأوامر مثلا اللي هو الأمر الأول كان اكسس ليست 101 deny any TCP TCP any AQ 8 هذا الأمر الأول. الأمر الثاني access list 101 permit اللي هي الجملة المخفية TCP أو عارف ما يبي any. طيب بدأنا ندخل على اللي هو الأمر التفعيل بس لو نتحقق الآن من النقاط كم راح تكون؟ راح تكون 20. فتدخل اللي هو الأمر الثاني اللي هو التفعيل الأكسس ليست تدخل المنفذ الواجهة بعدين تعطي اي بي اكسس جروب 101 ان. طيب بعدين تدي ان. طيب الآن لو نشاهد النقاط زي ما شايفينها 40. فالحين أتوقع لو إنك يعني ترجع تدخل الإيميل هذا من ويبس حق ساري ما راح يفتح. بس انتهى شرحنا لهذا اليوم. أتمنى إني فدتكم وأتمنى إني ما أطلت عليكم وفالكم التوفيق بإذن الله.